بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ماذا أخذنا بالأمس؟ نعم طيب، وغيره؟ طيب، أخذنا الإيمان لغة وشرعا، وشرحنا أركان الإيمان، غيره؟ نعم. إما يكثر عقوق الوالدين، يكثر الرق، الملكة تسرى بالجار تنجب له ولد، فإذا مات أصبح الولد سيد على الأم، أو انقلاب الأحوال. أي نعم، وهي أن الطالب لا بد يعرف حقوق ستة ويؤديها، وهي في نفسه ومع شيخه ومع الكتاب والعلم والمكان وزملاء. الله يفتح عليك. وغير هذا، نعم، ارفع صوتك. الإحسان، قلنا هو ركن واحد وعلى قسمين: أن تعبد الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، فإن لم تكن ترى، إذا لم تسلم هذه المرتبة، عبادة الخوف والهرب، عبادة مراقبة. نعم. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها: الأصل الثالث، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المؤلف في بيان الأصل الثالث، وهو معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقلنا لابد أن نعرف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. منها أولا نسبه، قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن هو ينتسب إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذه من بركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث دعا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فما جاء نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة. نعم. قال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب،
والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظل في هذه الدنيا 63 سنة، 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، وهذا في إشارة من المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي إقرأ، وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول يا أيها المدثر. إذن لو سمعت أحد العلماء يقول أنه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا المدثر، نقول هذا صحيح. أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو رسول، فهو نبي رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بلده مكة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لا إلى الحبشة. نعم. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعثه الله سبحانه وتعالى كما بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. إذن هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تكون دعوة أتباع من بعده. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لأن الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فهو يوحد الله، ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، ويثبت لله سبحانه وتعالى نوع التوحيد 3. وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأن من قبح الشرك كونه مسبا لله سبحانه وتعالى. نعم. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. تعظيم الله سبحانه وتعالى يكون بالتوحيد، وذكرنا أن من قبح الشرك كونه مسبا لله سبحانه وتعالى. نعم. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. وثيابك فطهر، الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بها، ولذلك ندرس التوحيد وهذا هو الإخلاص. لكن قد يكون إنسان يعني سجن مثلا في مكان ولا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يستنزه من بوله ولا يتطهر يعني يتوضأ مثلا أو يغتسل، لا طهارة يعني لا يستطيع أن يرفع الحدث لا الأصغر ولا الأكبر، فماذا عليه؟ يصلي على حاله. لكن لو صلى نسأل الله السلام عافية وهو مشرك لا تقبل صلاته. نعم. قال: وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. نعم. والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل عباد الأصنام في جانب وهو في جانب. نعم. والبراءة منها تقدم معنا أن البراءة من الشرك وأهله يكون بالقلب واللسان والجوارح. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى توحيد الله، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله حتى وهو في فراش الموت عليه الصلاة والسلام، لكن دعا إلى التوحيد فقط 10 سنين، ثم ما تبقى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد وإلى بقية شرائع الإسلام. وهذا فيه رد على من يقول أن دعوة الناس إلى التوحيد يعني لا تحتاج إلا إلى 5 دقائق، ولا داعي لأن نعلم الناس التوحيد، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة إلى التوحيد. نعم. أخذ على هذا 10 سنين. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد،
وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. نعم، هذا فيه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من أمر الغيب، ولا بد أن نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عري وأسري به عليه الصلاة والسلام. نعم، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وهذا فيه أهمية الصلوات الخمس، ولا بد أن تؤدى حيث أمر الله سبحانه وتعالى بها مع الجماعة. متى فرضت الصلوات الخمس؟ فرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة بثلاث سنين، أنه صلى بمكة ثلاث سنين، إذن فرضت الصلاة الخمس قبل الهجرة بثلاث سنين. نعم، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال من مكة إلى المدينة، وكان يومئذ مكة بلد كفر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح، وهذا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لم يمكن تعود بلد كفر. نعم، أمر، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويؤمر وينهى، وهذا فيه رد على الباطنية وغيرهم أنهم قالوا أن الأحكام تختص بالعامة للخاصة. نعم، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة عرفها بأن الانتقال من بلد الشرك أو بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا باقي إلى قيام الساعة، والثاني الهجرة أن تهجر ما حرم الله، وهذا لابد منه وأيضا باقي، والثالث هجرة من مكة للمدينة، وقلنا هذه انقطعت بفتح مكة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وهذا فيه أن مكة لا يمكن أن تعود بلد كفر. نعم، تهجر ما حرم الله يعني لا يمكن أن تجلس في أماكن فيها لهو ومنكرات وشرك أو ما إلى ذلك، وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى لابد أن يهجر. نعم، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم، إذن هذه الآية فيها وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإلا من كان غير قادر على الهجرة كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم، وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم، قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ناداهم الله باسم الإيمان أي إن كنتم مؤمنين حقا هاجروا، هم آمنوا، لكن المؤمن حقا لابد أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. نعم، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. تنقطع التوبة عن طالبها ويغلق باب التوبة إما بطلوع الشمس مغربها أو بحضور الوفاء الغرغر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، إذا تغلق التوبة عن طالبها إما بطلوع الشمس مغربها أو بحضور الوفاء. نعم، فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. لما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وقلنا دعا إلى التوحيد أولا ثم دعا إلى التوحيد ومعه شرائع الإسلام. نعم،
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة. الزكاة الأصل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الزكاة فرضت بمكة، لكن تفصيل الزكاة والأنصباء ومن ذلك هذه كانت بالمدينة. نعم. والصوم. نعم والصوم. والحج. نعم. والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يلحق ما يلحق البشر، وقد مات عليه الصلاة والسلام، ومات عليه الصلاة والسلام وقد أتم الله سبحانه وتعالى لنا النعمة بإرسال هذا النبي عليه الصلاة والسلام وإكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. وهذا في رد على أهل البدع، لأن الدين هذا كمل ولا يستطيع أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيء. ونشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بل وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاد. نعم. وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم. إذن لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فرط أو قصر أو كتم شيء مما أمر الله سبحانه وتعالى به، بل بلغ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وإذا ولم يترك شيء يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه كمال هذا الدين. نعم. والرد على أهل البدع قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، بعثه الله إلى الناس كافة. إلى من بعث عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي بعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. وتقدم معنا أن اليهود والنصارى الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين في زمننا الآن وبلغتهم الدعوة لم يدخلوا في الدين فهم كفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين، ولا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تخلف فهو كافر كائنا من كان، يهودي أو نصراني وغيره. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لكان من أهل النار. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إذن اليهود والنصارى إذا بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في هذا الدين فهم كفار. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وهذه الآية قال عنها كعب الأحبار: آية في كتاب الله نزلت، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزول عيدا. وهذا فيه كمال الدين والرد على أهل البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا أمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، الاتباع عن الابتداع. وطريقة أهل الباطل أنهم يخالفوا نصوص الكتاب والسنة، يحتجوا بالرؤى والمنامات ويزيدوا، وكأنهم يعني بهذا يدعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيء ولم يبلغ، وأن بقي في الدين شيء تركه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والدليل من زعم، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الأمانة أو خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذن هو بشر الحق وما الحق البشر عليه الصلاة والسلام وقد مات. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل الناس إذا ماتوا يبعثون، هذا من الإيمان باليوم الآخر، ومن هنا على ما قسمنا يكون هذا هو القسم الأخير من الأصول الثلاثة، لأنه فرغ الآن من الأصل الثالث وشرع في يعني خاتمة الكتاب على ما قسمنا. نترك هذا إلى غد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.